قبل 76 عاماً أنشئت الأمم المتحدة كوسيلة للأمل في عالم خارج من أكبر كارثة نزاع دموي وهي الحرب العالمية الثانية. لذا احتفل النساء ورجال الجمعية المصرية للأمم المتحدة باليوم العالمي للأمم المتحدة ليتحدثوا عن كيفية مواجهة جائحة كورونا ونزاعات الجوع والفقر وأيضاً الطوارئ المناخية التي تهدد الكرة الأرضية بأكملها. الجمعية المصرية للأمم المتحدة مهمتها التعريف بنشاط الأمم المتحدة، التعريف بدور تقوم به الأمم المتحدة، التعريف بإنجازات الأمم المتحدة، التعريف بالأمم المتحدة قامت من أجل حفظ السلام والأمن الدولي زي ما قلت دلوقتي، والتنمية وحقوق الإنسان. والأمم المتحدة الحقيقة قامت بدورها إلى حد كبير. هذه الجمعية منذ انتظامها في السبعينيات وهي تقوم بالاحتفال سنويا بيوم الأمم المتحدة. هذا اليوم تم اللي هو يوم تأسيس الأمم المتحدة ب 76 سنة. هذا اليوم تحتفل فيه كل دول العالم بهذه المنظمة. اليوم السكرتير العام في رسالته التي وجهها لشعوب العالم كلها بيطالب نقطتين أساسيتين، بيأكد على ضرورة تأكيد على قضايا المناخ وليتم بقضايا المناخ، وده الهدف من الأمم المتحدة أن تسير القضايا التي تمت عبر عام والسنوات القادمة. كما أكد المتحدثون على أن تضامن العالم هو السبيل الوحيد للمضي قدما لمواجهة التحديات الكبرى والنهوض بأهداف التنمية المستدامة. رضوى نبيل.